كثير بحب نشكر اصدقائي واحبتي في كل الليسيات متاع تونس وكل الجامعات التونسيه، وخص بالذكر هوني ليسي الحي في صفاقس، ليسي 15 نوفمبر في صفاقس 55، اللي كرمني وفردي على قلبي بعد الاعتداء الفاحش والمجرم اللي جاء ضد شخصنا، وكذلك محبة فينا وتمني لنا أن نكون في تونس مع شباب تونس وأبطال تونس الغد اللي هم باش يحروا البلاد بالفعل. تحية إلى كل تلامذة وطلبة صفاقس. ربي كبير وراسي الخود على امي ما معانا.